هاي بعدينا بعدين حقتها هاي دي كورونا، هديك حقي. أنا شي معلومات عن كورونا دام يعني مرض العصر. هديكي معلومات عن كورونا. أيوة بص، يعني بشكل مستمر احنا بنقول ان كورونا ديت هي عدوى. انا بس حابب اوضح يعني ايه عدوى، بس لان في ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني ايه عدوى. العدوى دي بشكل اساسي شخص بيجي لنا العيادة بيقول يا دكتور احمد انا عندي سخونية، مع السخونية وجع في الجسم كله وتكسير، وعنده أعراض على حسب المكان، عنده أعراض على حسب المكان. فمثلا هذه العدوى هناك أنواع مختلفة، في عدوى في الجلد، في عدوى في الجهاز التنفسي، عدوى في الجهاز البولي، عدوى مش، لكن لما نيجي نتكلم عن الكورونا نتكلم عن عدوى الجهاز التنفسي، وبنقول إن عدوى الجهاز التنفسي دي هذه هي عدوى فيروسية وليست عدوى بكتيرية. الفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية، العدوى البكتيرية يصاحبها صديق، أما العدوى الفيروسية لا يصاحبها صديق. العدوى الفيروسية بشكل أساسي الأعراض بتاعتها، شخص بقى بيجي مثلا يكون عنده صداع، أو غالبا أغلب يعني، أولا الكورونا يعني الحمد لله رب العالمين هنا في تركيا ليها فاكسين، هذا الفاكسين نستطيع أن نتخلص بيه من الكوفيد 19 بشكل كلي وبشكل نهائي. وبالفعل في المكان اللي انا متواجد فيه كان في اعداد لا باس بها عندها كورونا، وكلها عملت التحاليل وكلهم وكان عنده وجالهم الكورونا. انا كنت قاعد مع شخص معاه الكورونا ويتعافى من الكورونا، انا رحت عملت التحليل وطلعت الحمد لله صحيا بخير، برغم ان انا كنت قاعد معاه انا ما تعديتش منه. فالاصل في الكورونا، لا انا كنت قاعد في دور، كل الدور ده كله كورونا، انا الوحيد الحمد لله ما كانش ما جاليش كورونا اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. بس ليه بقى؟ اولا طبعا بفضل الله، اولا تاني حاجه بالمناعه القويه اللي موجوده عند الشخص. فطول ما انت مناعتك قويه مفيش حاجه هتقدر تقرب منه. لازم نبقى عارفين ان الكورونا ممكن تتشابه اعراضها زي اعراض الانفلونزا، من السخونيه مع الرشح، سعال، حمى، تعب، وجع، تكسير في الجسم كله، يعني ديت الحاجات الاكثر شيوعا او كده. وقد يكون ليس يكون هناك اعراض، يعني في ناس جالهم كورونا والاعراض مش ظهرت عليهم، او اعراض بسيطه جدا مثلا ظهرت عليهم بس ظهرت في التحليل، لان ممكن الاعراض ما تظهرش لان مده الحضانه بتاعت الفيروس 14 يوم، فممكن بعد ال 14 يوم يظهر الاعراض. فهو ما راح مثلا يعمل التحليل علشان يتاكد ان هل اتعدى من الاشخاص اللي كان عندهم كورونا، فبالفعل بيجيله العدوى لكن ما بيجيلوش اعراض يعني. لكن بشكل اساسي الكورونا لها علاج، بخصوصا في تركيا، انا بتكلم عن تركيا، ما يعني بالنسبه للدول الاخرى هم يتهيألي يتحكموا، لكن هنا بالفعل تم عمل فاكسينات، وبالفاكسينات اللي هم طوروها تم علاج يعني. يعني بالنسبه للناس اللي انا شفتها تحت ايديا مثلا اكتر من 90% من الحالات بتتعافى. الناس اللي بتتعب مين بقى؟ الناس اللي بيكون اصلا هي عندها تاريخ مرضي زي ازمه صدريه او مشاكل تنفسيه مزمنه، وكنتيجه لهذه المشاكل التنفسيه المزمنه هي اصلا كده كده بيموتوا بيه يعني بيها، وكنتيجه ضعف المناعه عندهم فبيحدث لا قدر الله الوفاه. لكن هو مرض عادي يمكن التحكم فيه من خلال فاكسينات معينه، مفيش خوف منه ما دام المناعه بتاعتنا قويه. الله يسعدك، الله يسعدك المعلومات، تشرفت فيك الله والله يسعدك، يوفقك، اللهم امين يا رب. تشرف اني اطلع معك والله.